عشان ضل كسبانة ثقته لجبران. ايوه بتتزاكي بتتزاكي بتتزاكي. يبدو بنتك عاجبها عالم الموضة والازياء والفلل والعز. ليش لا؟ طبيعي بأمره، بأمره شيء طبيعي. ما بابا عنده طموح عنده أفكار. خليها تكفي. اسم الله عليها شو ناقص؟ خليها تكفي. ما أنا ما حد عم بجاوب على سؤالك بس. تفضلي. يا ريت، بس أنا بفضل إنه أنت ما تتدخل بأي شيء أنا عم بشتغله. بابا شوي شوي. اسمعي بليك، لعبي على قدك. لعبي على قدك، لا تتزاكي، تنفذي اللي بقول لك عليه وبس، ما بتطلعي برات الخط. بس لا تعلمني شو بدي اعمل. واللي بدك اياه واللي طلبته مني انا عملته على اكمل وجه. انا من هاي اللحظه ما عاد قدرانه ازيد جبران.